وهنا ضروري نطرحوا المشروع اللي صدقت عليه الحكومه اللي هو ديال احداث شركات متعدده الاختصاصات جهويه اللي غتكل بالماء والكهرباء وكذلك تطهير سائل علاش هذه الشركات عندها واحد الاهميه قصوى وتدخل في منطقة ديال التضامن اللي تكلمنا عليه فيما قبل اليوم هذه الشركات عندها اهميه قصوى علاش لانها اولا غتقوم بواحد العمل الاساسي وهو انه غنضمنوا ان الماء سهل الشرب لان تنتكلموا على ان الماء سهل الشرب وصل ل 98% ديال المواطنين في العالم القروي ولكن بالنسبه للربط المنزلي راه ما تنتجاوزوش 47% اذن هذا الربط باقي ما وصل العديد من الساكنه ديال العالم القروي نقطه ثانيه كذلك اللي مطروحه وهو انه اليوم تطهير السائل فهو ما تيتجاوش 10% في العالم القروي اللي وصل 100% في العالم الحضري وهذا مكلف باش يمكن يديروا اذا ملي تدار شركات جاوية فهذا تجعل انه تيكون هذاك التضامن ما بين المدن والعالم القروي باش يمكن نضمنوا انه قلتوا بان باش يكون توازن وباش تكون كذلك الساكنه كلها تولج الى نفس الخدمات باش ان تولج الساكنه القرويه كذلك الى الماء الشرب بجوده لان يمكن نقول لكم في بعض المناطق راه 80% ديال الماء اللي تيشربوا العالم القروي فهما تنجو جمعيات وبالتالي هذا من الامور اللي ان شاء الله بفضل هذه الشركات الجهويه غنضمنوا انه الماء الشرب غيكون هذه الشركات هي اللي غتكلف به لكي يوصل المواطنات والمواطنين في العالم القروي وكذلك في الحواضر